مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة تحت عنوان Comment se présenter؟ كيف أقدم نفسي؟ لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة وكذا دعمنا بالبارتاج مع الأصدقاء. لنبدأ. Pour se présenter, باش نعرف براسي خصني نقول لو نو مون نو الاسم لو برينو اسم شخصي لاج السن او العمر لا دات دو نيسونس تاريخ الازدياد لو ليو دو نيسونس مكان الازدياد L'adresse, العنوان. Le niveau scolaire, le مستوى الدراسي. La profession, المهنة. Les loisirs, أي الأشياء التي أحبها أو التي أحب أن أقوم بها. لنمر إلى كيف أقول اسمي باللغة الفرنسية. Non. Et prénom, l'ism la'ili ou l'ism al-shakhsi. Yumkulu an nu'abbira anuhuma bi je m'appelle ismi ou je suis ou ghanati l'ism al-kamil ou yumkulu an naqul mon nom est ism la'ili huwa mon prénom est ism al-shakhsi huwa ou yumkulu an naqul moi c'est وأعطي الاسم كاملا أو يمكن أن نقول mon nom de famille et وأعطي اسمي العائلي pour l'âge بالنسبة للعمر يمكن أن نقول j'ai لدي par exemple لدي 10 سنوات j'ai 10 ans j'ai 15 ans J'ai 40 ans. Aou, je suis âgé de. Waati sing. Je suis âgé de 40 ans. Je suis âgé de 30 ans. Arbaoun sana, talatoun sana, et ainsi de suite. Nantaqil an, il a présenté, nuqaddim. La date de naissance. Nous قدم تاريخ الازدياد. Je suis né en. Ana zdadtu fi مثلا 2000 en 2000 en 2005 en 2010. يعني على حسب اي سنة الازدياد. يمكن أن نقول Je suis né le فاش تندير هذه خصني نعطي la date complète تاريخ تام Je suis né le 10 juin le 10 juin 2004 أو يمكن أن نقول ma date de naissance تاريخ ازديادي هو وأعطي تاريخ الازدياد. Le lieu de naissance أو مكان الازدياد يمكن أن نقول Je suis né à ازددت في أو Le lieu de ma naissance مكان ازديادي c'est هو وسأعطي مكان الازدياد. ننتقل الآن إلى الأدريس أو العنوان يمكن أن نقول جابيت أسكن أ أو جو دمور أ أسكن أيضا في أو جو في أ أعيش في وأعطي مكان الذي أعيش فيه أو العنوان الشخصي نمر الآن إلى le niveau scolaire
المستوى الدراسي يمكن أن نقول je suis étudiant أو étudiante أنا طالب أو طالبة يمكن أن نقول je suis en première année أنا في السنة الأولى وأتمم أو يمكن أن نقول je suis lycéen أنا أدرس في الثانوي أو je suis collégien أنا أدرس في أو أنا في الإعدادي نمر إلى الآن إلى la profession المهنة يمكن أن نقول je suis employé أنا أشتغل أو oui عامل يمكن أن نقول je travaille أشتغل chez عند par exemple ممكن أن نقول je travaille chez moi أعمل عند نفسي c'est-à-dire أقوم بأشغال لي أو يمكن أن نقول je cherche un travail dans l'informatique مثلا أبحث عن عمل في مجال الإعلاميات نمر الآن إلى للوزير أو لكي أعبر عن الأشياء التي أحبها نقول j'aime par exemple j'aime voyager أحب أن أسافر يمكن أن نقول je préfère lire par exemple les romans أحب قراءة الروايات أو يمكن أن نقول j'adore أو mes loisirs sont وغنقول الأشياء التي أحبها mes loisirs par exemple sont voyager أسافر écouter la musique استماع للموسيقى jouer au football 3 points de suspension c'est-à-dire plusieurs loisirs إلى هنا نأتي إلى نهاية الحلقة لا تنسوا دعمنا بالاشتراك وكذا البارتاج مع الأصدقاء نضرب لكم موعدا في حلقة أخرى إن شاء الله إلى اللقاء